نعود إلى المونديال، نعود إلى التوقع بتاع مباراة يوم الخميس. الكل يراها مباراة تحتمل كل النتائج. شوف، فنيا الناس بتتكلم في حاجتين يا باشمهندس، انه الدحيل فريق على المستوى الهجومي قوي جدا، بالذات في الطرفين، جناحين هايلين جدا وراس حربة بارع، لكن الكل يتحدث انه دفاعه اقل بكتير من مستوى هجومه، خد بالك. فبالتالي هل انت بتتكلم في صراع قوة هجومية مع قوة دفاعية، شايفها ايه؟ لا انا ما اقدرش اقولها كده يعني. عندهم هجوم مميز وكل حاجه، لكن مش بالضروره الماتش ده يمشي بالطريقه دي، ان هجوم ضد دفاع ضد، لا. بس النادي الاهلي يستطيع بخبراته انه ياخد المباراه في ايقاعه هو. ايوه، يفرض كلمته، لا يستدرج الى قاع المنافس، يفرض كلمته، يفرض شخصيته، يفرض اسلوبه، يفرض يعني يفرز خبراته. فاعتقد ان المذاكرة اللي بيعملها الجهاز الفني، وقطعا بيشرك اللعيبة في اليومين اللي فاتوا دول فيها، أعتقد أنها سوف تسفر على مباراة فيها قدر كبير من الوعي التكتيكي على الأقل يعني.